مرحبا أصدقائي، الآن سنتعرف على قائمة انسيرسيون، قائمة الإدراج. بعد النقر على الإدراج نجد الكثير من القوائم المفعلة. القائمة الأولى باج، هنا تصلح لإدراج الصفحات، الصفحات يعني صفحات للمشروع. مثلا دعونا بداية نضيف شكل لهذه الصفحة، أو يعني عنصر لهذه الصفحة. مثلا ندرج قرص أزرق جيد في هذه الصفحة الأولى. إذا بعد نقرأ كما قلت على انسيرسيون باج، إذا هنا لإضافة صفحة يعني فارغة تمت إضافتها، و هنا لإضافة صفحة يعني نسخة من هذه الصفحة. لاحظوا ماذا سيحدث، انسيغي لا باج اون دوبل، تم إضافة نسخة للصفحة الأولى. والاختيار الثالث انسيغي اون باج، سينفتح لنا هذا هذه ستنبتق لنا هذه القائمة. إذن هنا يمكن إضافة مثلا نقول للبرنامج أضف لنا ثلاث صفحات مثلا، هل ويسألك أو يعني قبل هذه الصفحة عفوا أو بعدها، يعني قبلها يعني avant la page en cours أو بعدها. ثم هنا insérer des pages vierges، يسألك البرنامج هل ستضيف يعني صفحات فارغة أو صفحات مع مناطق للكتابة لكتابة النصوص في كل صفحة. ويمكن أيضا هنا أن تقول له أن يقوم بنسخ، أن يعمل نسخ لتلك الصفحات. جيد، نقول له مثلا الخيار الثاني هكذا، لاحظوا ثلاث صفحات، إذا أضافها وأصبحت ست صفحات. لاحظوا في قائمة الحالة 3/6، ست صفحات. جيد، إذا نقوم ب مسح كل ما أضفناه ونضيف فقط صفحة فارغة. جيد، باج دو كاتالوج هذا سنخصص له جزء خاص لإضافة الكتالوج. هنا لإضافة الجدول كما قلنا في الوورد وفي الباوربوينت نفس الشيء، إذن سنقوم بإضافة جدول مثلا هكذا، ويمكن التحكم فيه هنا. جيد، هذا الجدول يمكن التحكم فيه والتحكم في ألوانه إلى غير ذلك عبر كرياسيون دو طابلو. جيد، ثم أيضا يمكن أن نضيف هنا الصور كالعادة، الصور الموجودة في الحاسوب أو صور من الإنترنت كما أسلفنا في سابقا. مثلا هنا لدينا تصنيفات الصور عبر الانترنت عبر محرك البحث بينك، يمكن إضافة كل ما تريده هنا. مثلا زهرة، إذا نختار زهرة معينة، دعونا نختار هذه. ننتظر قليلا حتى يتم التحميل دائما. إذا هكذا نقوم بتصغيرها مثلا. جيد، ثم نرجع إلى انسيرسيون، هنا لفورم لإضافة الأشكال، أشكال عديدة جدا، ويمكن رسم الشكل الذي نريده عبر فورم ليبر. جيد، مثلا هكذا، يمكن رسمه والتحكم فيه أيضا عبر بالنقر عليه لينفتح فورما دو فورم. جيد، نرجع إلى انسيرسيون. هنا يمكن إضافة جناح خاص أو منطقة خاصة بالصور، وهذا أيضا مرتبط بالكتالوج سنرجع إليه بعد ذلك. هنا يمكن إضافة لكمبوزون دو باج، يعني مكونات الصفحة مثلا، يمكن إضافة هذه المكونات الموجودة، أو يمكن إضافة اختيار مكون هنا وإضافته للمكتبة، انروجستري كوم ان بلوك دو كونستركسيون هكذا، ولكي يظهر لنا في أيضا في
في لي كومبون، اذا هو موجود يمكن يضاف. يعني هنا اذا قمت بتصميم مثلا مكون معين، عنصر معين، يمكن ان تسجله لتضيف لتشتغل به في المشروع متى شئت. اذا يمكن اضافه اي شيء هنا. مثلا قمنا بعمل هذا مسبقا، يمكن اضافته والعمل عليه متى شئنا ذلك. يمكن مثلا نضيف صفحة جديدة هكذا، نقوم بتكبيره والعمل عليه. ويمكن تغيير طبعا الصورة يمكن تغييرها بالنقر عليها هكذا، أو فقط بالنقر هكذا، ثم هكذا نعم شونجي ليماج كما العادة، نغيرها بصورة من الحاسوب أو صورة من الإنترنت أو صورة من الوين درايف. ثم دعونا نمسح هذه الأشياء، نرجع إلى انسيرسيون هنا لإضافة يومية. يمكن إضافة يومية مثلا تقارير معينة تحتاج ليومية، يومية جاهزة هنا أشكال مختلفة. جيد. وهنا العناصر أيضا والتصميمات، مثلا يمكن إضافة هذه الأشياء الموجودة في البرنامج، ويمكن إعداد تصميمات أخرى وتسجيلها في البرنامج والعمل عليها. جيد. وهنا لإضافة الإعلان، يعني العناصر الإعلانات، ويعني نفس الفكرة، يعني العناصر الموجودة في المكتبة يمكن العمل عليها وإضافتها متى شئت. ثم هنا لي زون دو تكست، يعني مناطق لكتابة النصوص. وهنا لي زانفورماسيون بروفيسيونيل، إن تذكرتم في البداية قمنا بإدخال معلومات للمؤسسة مثلا، فهنا نحصل عليها ويمكن أن نضيفها. مثلا نضيف هكذا مثلا المعلومات التي قمنا بإدخالها مسبقا موجودة، الهواتف مثلا، هاتف والعنوان وغيره، فقط نقوم بالنقر عليه وتضاف تلقائيا. هنا لإضافة النصوص الفنية والتعديل عليها هكذا مثلا، نعم يمكن إضافة هذه النصوص والتعديل عليها على حسب الرغبة. جيد. نرجع إلى انسيرسيون، هنا لإضافة ملف، لاحظوا هنا إضافة مختلف الملفات إلى المشروع، ملف وورد، ملف تكست عادي إلى غير ذلك. وهنا لإضافة التاريخ والساعة. جيد. التاريخ والساعة يمكن أيضا أن نضيفه بعد أن نحدها هكذا. يمكن إضافة أيضا اختيار اللغة التي نريدها مثلا العربية والشكل الذي نريده. جيد. ويمكن التحكم في لون خاص والشكل، حجم خاص بالتاريخ عبر أكي. نرجع إلى انسيرسيون أيضا، هنا لإضافة الرموز التي لا توجد في، يعني ليست متاحة بشكل عادي، فيمكن إضافتها الرموز المختلفة. جيد. هذا كالبرنامج الوورد طبعا. وهنا لإضافة اللين أو الروابط التشعبية، مثلا عند النقر على هذا التاريخ يظهر لنا شيء، موقع إلكتروني أو لا أعرف، أو ملف آخر إلى غير ذلك. ربما سنأتي إلى هذا في يعني القابل من
مقبل إن شاء الله من الأجزاء. ثم هنا لإضافة رأس الصفحة ولديل الصفحة، ويعني لإضافة أيضا رقم الباجيناسيون، أرقام الصفحات وعدد الصفحات إلى غير ذلك، كما في الوورد تماما.